كل اللي حابين يطرحوا اي سؤال على مايا هي اكيد رح تتابع هلا معنا ببيت بيوت. مايا اليوم اتصالات المشاهدين اكيد رح نتلقاها مباشره على الهواء، بس قبل ما ناخذ اول اتصال رح نتابع اذا بدك شوي بالحديث بموضوع اللي كنت عم تتناوليه قبل شوي اللي هو الانانيه عند الزوجة أو عند الزوج. بالضبط، يعني السؤال دائما اللي بينطرح غيدا يلي هو إنه هل إنه هالشخص الأناني عنده عدم ثقة بنفسه أو عنده شيء اللي بنسمعه كتير بنردده بنسميه كومبلكس انفيريوريتي أو عقدة نقص معينة، إنه عقدة نقص بمعنى إنه أنا بعرف إنه أنا أقل من غيري بكتير من الأمور، أو أنا عندي إحباط لأنه ما عم بقدر أوصل لمستوى معين من اللي أنا بدي إياه على مختلف الأصعدة، فممكن أنا أصير عندي هالأنانية. هلا أكيد إنه إذا أول شيء رح أرجع شوي لورا ونرجع نذكر بالتعريف الأنانية، لأن إحنا ما عرفنا الأنانية مزبوط، أعطينا كتير أمثلة بس ما أعطينا تعريف للأنانية. هي الأنانية لما بعتبر إنه حاجاتي مفروض تكون محور اهتمام اللي حواليا، يعني وبالتالي انا مفروض تكون محور اهتمام اللي حواليا. كيف يعني؟ يعني مفروض تكون محور الاهتمام من الناحيه العاطفيه، مفروض يهتموا فيي كثير، يغنجوني، يحبوني، يعتنوا فيي كثير، ومفروض يهتموا برغباتي، برغباتي اللي هي شو حابه اعمل، وين حابه اروح، شو حابه اشتري الى اخره. هيدي هي الانانيه. هلا وقتها بنحكي عن هيدي الانانيه ما في شك انه في عدم مصالحه او عدم تصالح مع ذاتي، لانه انا وقتها بكون متصالحه مع ذاتي ورح اشرح الفكره اكثر، بكون انا قادره انه انا اتحمل بعض مشاعر الاحباط فرستريشنز بنسميهم، يلي هن مشاعر عدم اكتفاء ذاتي ناتجين انه في اشياء ما قدرت اعملها، في اشياء ما قدرت احصل عليها، وبالتالي لو في اشياء ما قدرت اعملها، لو في اشياء ما قدرت احصل عليها، انا بعدني مرتاحه مع حالي، بعدني بحب حالي، بعدني مبسوطه مع حالي، وبعدني بعتبر انه انا شخص منيح، او انا شخص جميل بالمظهر، او انا شخص ناجح بمهنتي، او ناجح بزواجي او مع اولادي. بينما الاشخاص اللي ما عم يقدروا يتحملوا هيدا الاحباط هن اشخاص بيعتبروا انه مجرد انه تفصيل صغير او اكثر غيب، انه انا في اشياء رغبات حابه احققها ما قدرت احققها، رح يصير في هالامباكت او هالتاثير على صورتهم مع حالهم، انه انا بطلت منيح مثل ما لازم، ما بقى انا جيد مثل ما لازم. خلينا ناخذ اتصال مايا. الو صباح الخير هيفا. الو صباح الخير. صباح النور، تفضلي عم تسمعك مايا. لو سمحتي بس بدي حابة اسال ست مايا، انه الرجال لما بيكون اناني ما بيحب حاله، يعني حتى بفكر بيسخن بحب حاله، بيقول ما بتحسي فيني، وبرضه ما بيحب نفسه. شو بتقصدي انه ما بيحب نفسه؟ بأي معنى؟ يعني بقصد انه يعني بفضل الناس على نفسه. بتقصدي بفضل هيفا الناس على نفسه، ولا بفضل الناس على عائلته او على زوجته كمان؟ بتصور هيك بتقصد، يمكن هيك هيك بركي هيك سؤالها، اذا عم تقول انه اناني، يعني اذا اناني، اذا عم نحكي عن شخص اناني، اذا عم نحكي، ما هي الانانيه لها عده اوجه او لها عده معاني بمعنى معين. يعني انا وقت بحكي عن شخص اناني عم بحكي عن شخص اول شيء ما عنده نظام بالاولويات بحياته. يعني ما في نظام بالاولويات او تنظيم الاولويات بنسميهم البرايورتيز، اللي هن انه مثلا الاولويه مين بالنسبه لي؟ انه زوجتي مثلا تكون سعيده، اولادي، رفيقي، صديقي بالشغل، والدتي. هالتنظيم للاولويات بيكون في كثير صعوبه عند هول الاشخاص، وبالتالي ممكن انه الزوجه تلومه او تشتكي من انه انا كنت بحاجه لغرض معين بس فضلت انت تدفع هالمبلغ من المال لغيري، او انا كنت بحاجه لهالدهره من البيت تا انا غير جو بس انت فضلت تكون مع صديقك وتروح تلعب ورق. هلا خلينا نقول شغله، انه برجع بكرر انه دائما نحن تنقدر ننجح بالزواج بدنا نضل نحترم مساحه حريه معينه عند الشخص الثاني، يعني مش اي، بعرف انه هيفا مش عم بتقولي لي عن هالموضوع، انا بس انا عم بشرح هيدا الموضوع، انه مهم انه انا ضل عم امن للشخص الثاني مساحه من الانانيه انا شجعه عليها بالمعنى الايجابي. يعني انت لشو بحاجه؟
انت بحاجه تشوف صديقك يمكن مره بالاسبوع، انت بحاجه انه تشوف اصحابك مثلا تظهري معهم مره بالاسبوع، لشو بحاجه بمعزل عني؟ يعني ما ضروري نحن نكون حتى عم نتشارك لحظات عن جد يعني يمكن بتخصنا لوحدنا، انه يمكن اي زوجه اليوم بتحكي معها بتقول لك انه هي بتحن مثلا لكثير من الاوقات الحلوه بينها وبين صديقاتها، انه تروح تقعد وحدها مع صديقاتها، ما يكون عندها التزامات تجاه اولادها او تجاه زوجها، والزوج بنفس الوقت بيحكي عن هذا الموضوع. فاذا هون نحن كشريك انه قد ايه انا قادره انه انا انقل لهالشخص الاخر او اعكس له هالارتياح، انه لو انت عملت شيء بخصك انا ما رح انزعج. بس نرجع منقول ترجع لنضوج الشريك هيدا، صحيح انه اوقات كثير نحن بنحكي عن هالامور بس الشريك ببالغ والشريك بصير يمحي الاولويات وبصير بحسس عائلته انه انتم مش بالصداره بقى. هون الخطر. رح نتابع اكيد بهالموضوع. عندنا ما رح ناخذ سميه على الهواء. الو صباح الخير. صباح الخير. صباح النور سميه، تفضلي عم تسمعك مايا. كيف بدي اسال عن نقطتين. جوزي عندي مشكلة بالأنجليزي، ما بتجيني بالمرة أشتغل بما إني صرت أم. والشغلة الثانية عم بعلم بنتي الأنانية كل شيء بتشوفه بس هي، حتى صار لإلي تشكيني لبيا. كل شيء بعمل لها، هي عمرها 3 سنين، تشكيني لبيا بأي شيء صار، وبنعمل مشاكل من وراها. قد إيه إنك مزوجة سوسن؟ 10 سنين. 10 سنين سمية. 10 سنين. وانت بهالعشر سنين كتير كررت رغبتك انه انت حابة تشتغلي والى اخره، وهلا قد بس ولادك بعدهم صغار حسب ما عم بفهم منك. عمرها 3 سنين، ما عندي غيرها. ما عندك غيرها، الله يخلي لك اياها. وهو مثلا بالنسبه لموضوع الشغل في رفض قاطع تشتغلي، ولا مثلا بيقول لك انه بكره بس تكبر البنوت بس؟ ابدا رفض. وشو السبب؟ قال لك عن سبب؟ انك صرت ام. انه صارت ام. انه صرت ام، ما فيك تشتغلي. تنحكي شغله انه الاشخاص الانانيين سميه، هلا انا بدي عم بسمع كل اتصالاتكم بس ما بدنا نحكم، حتى يمكن حتى حكمك انت على زوجك بانه اناني بركي يكون خاطئ. يعني هون بدك تجربي فعلا انه تفكري مزبوط وتشوفي مزبوط تصرفاته، وتعملي انت ليست او لائحه بالايجابيات وبالسلبيات، يعني لائحه بالامور الحسنه بالتصرفات الحسنه اللي هو بيعملها تجاهكم او تجاه بنتك او تجاهك او تجاهكم كعائله، وبالامور يلي يعني انت بترغبي انه تغيريها عنده، بالامور اللي انت بتشوفي انه لا مش ظابطه، عم بيكون اناني فيها او ما عم يكترث لنا فيها. لازم نكون كثير موضوعيين، نكون كثير عندنا منطق تما نحكم على الشخص الاخر بشكل غلط. وساعتها نحن وقتها بدنا نلقي هيك احكام، انا بسميها على بعضنا البعض، مش غلط نلقي احكام وقتها نكون اكيدين منها، بس عشرت نلاقيها بشكل بناء ونعرف نحسن. بس انه انا اللي بقصد اقول لك اياه انه ما فينا ناخذ موضوع العمل كموضوع العمل ونقول انه هو اناني بس لانه رافض انه نحن نشتغل. هون بدك تنتبهي انه تعملي لائحه من بلا تصرفاته وتشوفي فعلا هل انه انا زوجي اناني ولا مش اناني. بس بكل الاحوال واضح انه زوجك بالنسبه لإلي ممكن يكون عنده حب السيطره. كيف يعني السيطرة؟ انه هالرغبة انه انا اتحكم بكل شيء، انه كون الاشياء اندر كنترول بالنسبة لإلي، انه انا اعرف انه انا مرتاح، زوجتي بالبيت عم تعتني ببنتي، بعرف انه ما عم تحتك باشخاص اخرين. هول الاشخاص يلي بحبوا انه هن اللي حسوا انه هن ماسكين زمام الامور نوعا ما، وهالشيء اكيد رح يزعجك سمية، وانا فاهمة هيدا الموضوع. ايه اكيد، خاصة اذا هي عندها هالرغبة، يعني خاصة اذا انت عندك هالرغبة. مشان هيك هون مهمتك اللي هي صعبة اكيد، انه انت تحسسي من خلال تصرفاتك يعني تجربي من خلال تصرفاتك تفهميه بطريقة معينة انه القرار مظبوط النهائي، اكبر حصة فيه راجعة لإلك، مظبوط انه كلمتك مسموعة، مظبوط انه انا بحترم رغبتك بالامور اللي بتربطنا او بحياتنا. هو عنده هيدي الحاجة، يعني هالحاجة موجودة عنده، مشان هيك هو بده يتحكم بالامور وبده يمسك زمام الامور. بس ليه عم قلك المهمة صعبة؟ لانه مع اللي عم قوله مهم كمان انه تضلي مصره انا برايي على رغبتك وتنقلي له
قد ايه هالشيء ممكن ينقل لك ايجابيات لإلك؟ يعني قد ايه هالشيء ممكن يغير لك حياتك، تكوني سعيده اكثر، انت تعطيهم طاقه ايجابيه اكثر بالبيت، ايه؟ انت تكوني حتى سعيده بعلاقتكم اكثر، يعني هذا اللي بدك تركزي عليه، انه خليه يقشع انه اذا رح يكون في فوائد تنعكس على البيت 100% رح تنعكس على البيت ورح تنعكس. هلا في بالنسبه لموضوع الشغل غيدا، هي نوع من النزاع او يعني ما بنخلص منه، لانه هون موضوع الشغل انه وقت بكون الولد صغير اوقات كثير اذا كان في تقصير او سخنوا الاولاد او الى اخره، والزوج هيك عنده هالشخصيه اللي عم تحكينا عنها سميه، ممكن كمان اوقات يقول لها شفتي قلت لك ما كان لازم تشتغلي، احو تركت البنت بالبيت وهملتيها واضطرينا نتركها عند فلان او الى اخره. فموضوع الشغل بدرسيه مزبوط، يعني خلي يكون في جهوزيه للعيله كمان لهالشغل، يعني هون كثير في اشياء بتنطرح، انه هل في حدا يعتني بالبنت اذا هي اشتغلت؟ هي نقطه كثير اساسيه. ايه. عرفتي كيف؟ هل هن متفقين؟ هلا هي صح تصير بعمر المدرسه البنت، يعني هل هن متفقين انه خلص انه معلش زرت بعمر المدرسه اذا انا بقدر غيب لفتره معينه للساعه واحدة للساعه تنتين؟ يعني في تفاصيل، في تفاصيل بدنا نتطرق لها. رح ناخذ سليم. صباح الخير. يا عين قطع يمكن الاتصال، بدنا نعتذر من سليم لانه نطرناها شوي، ان شاء الله بتقدري تتصلي فينا سليم اكيد لحتى تتابعي معنا بسؤالك بخلال عالم الصباح. مايا، يعني بموضوع هون عم نشوف الامور اللي عم يطرحوها هالسيدات، اذا بدنا هلا بلشت تعطي حلول بالنسبه لموضوع العمل، انما اذا فعلا بدنا نعطي حلول للمتصلات وايضا لكل الامور العامه، يعني لكل رجع الاتصال. يلا هنادي صباح الخير. الو بونجور. بونجور هنادي، تفضلي عم تسمعك مايا. بليز عندي سؤال لمدام مايا، بدي اسالها بخصوص عندي بنتي عندها، بفتكر انا عندها شوي من الانانيه، يعني ما بتفكر غير بحالها، بدها كل شيء لها، يعني ما منها مضطره انها تساعد حدا، لا بالبيت لا برات البيت، مثلا هي عندها نفسها بكل شيء، كيف هذا لازم نتعامل معه؟ هنادي قد عمرها بنتك؟ 25. 25. وانت هيدا الموضوع مش عن جديد عم تلاحظيه، يعني انت ملاحظه هيدا الموضوع حتى بالمراهقه كنت ملاحظه؟ اي اي اي. اوكي، وعم بيسبب مشاكل بالبيت، بمعنى انه انت بتعتبري انه اكبر جزء من الخلافات والخناقات بالبيت اللي بتصير عم بتكون هي سببها؟ مظبوط. اوكي، بس بدي انا اكثر تعطيني امثله، هل الانانيه هي بمعنى انه كثير بت بت يعني بتخانق او بتجادل انه على ظهراتها، على الاشياء اللي بتخصها، على نشاطاتها الخاصه، ما بتقبل تقولوا لها لا؟ هون انت هيك قصدك بالانانيه، ولا قصدك انه معلي اذا انتم ما كنتم مرتاحين، معلي اذا انتم ما كنتم مبسوطين، المهم انا اكون مبسوطه؟ عم تسمعيني بعدك هنادي؟ هنادي بعدك معنا على الخط؟ الو. ايه تفضلي. عم بقول لها انه يعني مثلا مثل شغله صغيره، مثلا انه تخته، انه اخر شيء بتفكر فيه انها تساويه منها مضطره، هيدا الشيء مش من انه عادي بيمرق، ما بدك تساويه ما تساويه، هيك هي تفكيرها، بدها تظهر، بدها تروح، بدها تجي، ليش بدي انمنع على هالاشياء؟ اوكي اوكي، نحن فاذا هون عم نحكي عن اكثر شيء، يعني عن بين مزدوجين مثل ازمه المراهقه يلي بعدها مكمله، يعني ازمه المراهقه يلي يعني اليوم نحن اذا بدنا نحكي بطريقه هيك كلاسيكيه ونلحق المراجع، بنقول انه ازمه المراهقه على عمر العشرين على الواحد وعشرين انه خلص خلصت ازمه المراهقه، بس اللي هي ممكن تكفي باي معنى، بمعنى انه هالشباب وهالصبايا اللي بيكونوا حتى بعمر قريب من عمر الزواج حتى بيكونوا هن يعني بيحبوا يلحقوا كثير النشاطات مع اصحابهم، يمكن الموضه، يهتموا كثير بمظهرهم، بيعتبروا حالهم، هي انا كثير بسمع عياديا غيدا كثير من المات بيقولوا لي انه شو مفكره حالها نازله باوتيل، انه اكلاتها واصلين لها على الطاوله، غسيلاتها بالحمام، تختها ما بتسويه، انه هيدي الانانيه يلي هي بتنقل صوره للام انه وكانه مش مكترسه انه انا عم بتعب كام او ما بتحس معي كام. هون انا عم بفهم شو بتقصد هنادي. هنادي ما بدي اكون يعني ما
ما بدي اكون عم بقطع لك الامل، بس في شغله كثير مهمه اقول لك اياها، انه قصه المسؤوليات بالبيت والواجبات وقد ايه مهم انه يحس الولد معنا، يعني اذا نحن تعبانين، اذا نحن في شغله ما قادرين نعملها، اذا بيقدر هو يساعدني بشيء بالبيت، يعني لانه انا ما قادره اقوم بكل شيء لوحده، هي شغله لازم ننميها اكيد من اعمار اصغر، يعني وقت بقول لك اعمار اصغر عم بقصد اعمار 8 سنين و9 سنين، بس انا اللي بقول لك عنه انه هلا فيك تكوني انت مباشره معها اكثر، وفيك تكوني صارمه معها اكثر، بمعنى انه تعرف انه في بعض المهام يلي هي رح تكون موكله لها، اللي انا رح اعطيها اياها، اللي هي من اختصاصها بالبيت ومفروض تنعمل يوميا، هي بتشوف حسب سكادجول تبعهم، بس انه تعرف انه هيدي الاشياء انت هلا بدك تعمليها، يعني صرت بعمر هلا في اشياء معينه انا ما بقى رح اعملها، وهي ستريكتو مال الاشياء اللي بتخصك لإلك، اللي بتخص غرفتك، اللي بتخص اغراضك، اللي بتخص تختك، لانه هيدا من مسؤولياتك، وهذا الشيء منيح تتمرن عليه لبعدين، لانه بعدين ما حدا رح يعمل لك اياها بس ترتبطي، ولانه انا بحب انه انت تساعديني، لانه انا عم بتعب بكل بساطه، وبده يكون في يعني تبطل تعملهم لحتى تفرض عليها؟ ما فهمت. تبطل تعمل لها اياهم والدتها لحتى تحسسها ايه انه خلص هيدا لإلك وانا مش رح اتعاطى. هيدا لإلك، ويكون في راي مشترك بينها وبين زوجها، يعني اليوم هنادي هي وزوجها بالنسبه لحياتها للبنت، بالنسبه للامور، لانه ذكرت لنا انه امور بقى تعملها مثل ظهرات، مثل نشاطات، ما بتقبل الا لا، كمان بده يكون في راي موحد، انه وقتها نقول لا اثنيناتنا على لا، وليش اللا؟ يعني التربيه بهيدا العمر كثير صعبه، لانه 25 سنه خلص يعني ممكن تكون عم تشتغل، فانه خلص انه انا كبرت نوعا ما، بس خلي العائله هيك مترابطه وارائنا تكون يعني يكون في تواصل بالعائله لو كبروا، هيدا شيء كثير مهم. شكرا كثير مايا، بنشوفك الاسبوع الجاي نحن ان شاء الله بعالم صباح، رح نتابع بعد دقائق مع ضيفتنا، خليكم معنا.